واحنا قاعدين في يوم من الايام لقينا هرج ومرج في الشارع. في ايه كان الصبح لقينا في الراديو بيذيع بيان بان قامت ثوره وضد الملك فاروق وبرئاسه اللواء محمد نجيب. ايه الموضوع؟ سمعنا طبعا البيان اللي صدر من الثوره بصوت الاول مذيع وبعدين تاني مره كان جلال معوض، تاني مره ازاحها الرئيس انور السادات وكان عضو مجلس قياده الثوره في هذا الوقت. طبعا المنظر، وبعد كده الجرايد جابت، بقى ما كانش في تلفزيون بقى ايامها، فجابت الجرايد بعد كده موضوع الملك فاروق وهو بيغادر ميناء راس التين. ولفت نظري اول حقيقه انه لما كان الساعه 6 لازم يغادر مصر واليخت المحروسه واقف في الميناء وركب وطلع اليخت ومحمد نجيب ما كانش راح يودعه ولا حاجه، اتأخر عن الوصول. فلما وصل بعد الساعة 6 كان اليخت مشي، راح واخد لانش وطالع جري إلى اليخت وهو في عرض البحر وطلع واعتذر للملك فاروق. شوف مصر، هي دي مصر على فكرة يعني. فطلع وقال له أنا آسف جدا أنا جاي متأخر، فأنا قلت لا لازم أجي أودعك بنفسي، وسلم عليه وقال له بالتوفيق إن شاء الله ومع السلامة ورجع تاني. اللقطات دي طبعا بتسيب ذكرى جيدة عندنا، يعني دي مصر، هي دي مصر فعلا يعني. بعد كده نزلت مقامة الثورة بقى لفتت نظري، الله يعني أنا هفضل بقى لسه 5 سنين في الهندسة والكلام ده كله، طب ما نسحب ورقي واروح أقدمه في الكلية الحربية وأبقى ظابط. فطبعا والدي ووالدتي متوفين، فالمسؤولين عن إخواتي وعماتي اللي كانوا موجودين، طبعا لو قلت الكلام ده في البيت كانوا هيبقوا زعلانين قوي ان انا اسيب البتاع واروح ابقى جيش في الجيش وبتاع وكلام من ده، فقلت مش ضروري اقول. فقلت لواحد بس من قرايبنا يعني، وساعدني فعلا ان انا سحبت ورقي من كليه هندسه جامعه فؤاد الاول بقى اللي هي جامعه القاهره حاليا، وقدمته في الكليه الحربيه. دخلت الامتحانات بتاع الكليه الحربيه، الرياضه ومش عارف ايه وكشف الطبي والكلام ده كله وكشف الهيئه. وانا في كشف الهيئه سألني الرئيس اللجنة اللي قاعد بيقول لي الله انت الورق بتاعك كان جاي من كلية الهندسة وانت شعبة رياضة اصلا، فايه اللي خلاك تدخل كلية حربية؟ فقلت له والله لما قامت الثورة قامت قال الست مبادئ منهم اقامة جيش وطني قوي، وانا شايف يعني صحتي كويسة وقدراتي العقلية كويسة، فاذا ما دخلتش الجيش مين هيدخل يعني؟ وخدت بعض ومشيت. طلع الكشف بتاع المقبولين، كنت احد المقبولين دول. اتخرجنا والحمد لله كنت من المتقدمين يعني، فعينت في احدى الكتائب في اسكندريه. في يوم من الايام قالوا في امتحانات هتنعقد للسفر او دخول كليه القضاء والاركان. فانا كان سني اكبر من السن الطبيعي بحوالي 2 سنين عن دفعتي يعني، واذا ما دخلتش الامتحان ده كان هيبقى ما قداميش غير 2، هو كل واحد له 3 مرات يدخل هذا الامتحان، 3 مرات يعني يحاول يدخل واذا نجح خلاص. فقلت لهم يا فندم انا مش هيتاح ليا لو ما دخلتش الامتحان ده غير 2 عشان سني، فممكن ادخل الامتحان ده؟ قالوا لي اه. كان الامتحان ده بعد ما فيش 5 6 ايام يعني. ذاكرت بسرعة جدا ودخلت الامتحان وقلت بجرب. الحمد لله طلعت النتيجة كنت الأول في الامتحان، فاتحط اسمي على أول لائحة المسافرين إلى الاتحاد السوفيتي للحصول على كلية القضاء والأركان من روسيا. طبعا الراجل يعني رئيس الهيئة شكرني جدا وقال لي برافو عليك يا عم نعم، برافو عليك، انت لك مستقبل كويس ان شاء الله، كتر خيرك يا فندم. اعديت نفسي فعلا وسافرت الى الاتحاد السوفيتي. قعدت في الاتحاد السوفيتي 3 سنين، خدت ماجستير في العلوم العسكريه. في اخر سنه وقبل ما تنتهي الدراسه بحوالي يعني كم شهر كده حصلت حرب 67 مع الجانب الإسرائيلي، ودخلت إسرائيل استولت على سيناء بالكامل،
فإحنا قلقنا جدا وإحنا هناك كطلبة يعني دارسين، كنا حوالي 60 ضابط، طلبنا ننزل ندافع مع إزاي الحرب بتقوم وإحنا قاعدين لسه في روسيا بتاع، على بال ما طلبنا وعملنا وبتاع كانت الحرب خلصت وإسرائيل استولت على سيناء. إنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لما رجعت كنت بقيت رائد بقى، رجعت في لقيت كانوا عملوا بقى الجيش اتقسم الى الجيش الثاني الميداني والجيش الثالث الميداني وموجودين على الجبهة، فعينت ضابط عمليات في الجيش الثاني الميداني. سعادتي كبيرة قوي ان انا ادخل في شعبة عمليات الجيش واكون انا المسؤول عن التخطيط للعمليات في داخل فرع العمليات بتاع الجيش يعني. طبعا فرت الايام وكان المشير احمد اسماعيل ايامها كان هو اللواء احمد اسماعيل قائد الجيش، وبعديه مسك واحد تاني وبعدين تالت الى ان في الاخر خالص اللواء عبد المنعم خليل اللي هو حاليا الفريق عبد المنعم خليل كان هو قائد الجيش، وانا كنت ساعده الايمن في موضوع حرب الاستنزاف اللي تمت بيننا وبين اسرائيل. كنت انا اللي مخطط للعمليات اللي بتقوم بها الجيش التاني كله ضد الجانب الاسرائيلي خلال 500 يوم اللي هم تمت فيهم حرب الاستنزاف، خدت 500 يوم بالظبط. وكنت بنزل معاه نعرض الخطط بتاعت الشهر التالي، كل شهر بنعمل خطة عن الشهر اللي جاي هنعمل فيه ايه عمليات ضد الجانب الاسرائيلي في سيناء. فكنت بنزل معاه نعرض على وزير الحربية ايامها كان الفريق فوزي، ونرجع تاني ونتابع شهر ورا التاني ورا التالت. ال 500 يوم بالكامل يعني حضرتهم كضابط خطط في شعبة عمليات الجيش التاني الميداني. وانا فات العمليات طبعا عدينا لحرب اكتوبر بقى، وكنت احد ضباط التخطيط اللي شاركهم، كنا 10 ضباط مع اللواء الجمسي اللي هو كان بعد كده بقى المشير الجمسي كان وزير الحربية بعد كده،
وكان ايامها بقى اللي هو احمد اسماعيل او الفاري احمد اسماعيل كان وزيرا للحربيه، وكان الجمسي رئيسا لهيئه العمليات. انا كنت في فرع التخطيط اللي هو خطط لحرب اكتوبر ضمن الضباط اللي خططوا لحرب اكتوبر. اشتغلنا في هذه الخطه وعرضت، وجينا قبل الحرب بحوالي 9 أيام أو 10 أيام احتلينا المركز بتاعنا اللي هندير منه العمليات الحربية، وكنت أنا ضمن ضباط التخطيط في الغرفة الرئيسية اللي هتدير العملية الحرب يعني ككلها. ويوم الحرب كان وجالنا الرئيس أنور السادات قبل الحرب الساعة 1 كده تقريبا، دخل القاعة وكان موجود بقى المشير احمد اسماعيل يعني اللي هو في ساعتها كان فريق احمد اسماعيل، والجمسي كان رئيس هيئة العمليات. وقبل الحرب بعشر دقائق كده تقريبا الساعة 2:15 كده وقف اللي هو الجمسي قال له يا سيادة الرئيس لقد سبق السيف العزل، يعني معناها ان لو حصل ان الجانب الاسرائيلي اكتشف اننا هنقوم بحرب ما لحقش يعمل حاجه في خلال العشر دقائق اللي جايين دول. الساعه 2:05 على طول جانا البلاغ ان عبرت القوات الجويه ب 220 طياره تقريبا كان في هذا الوقت لتقوم بالضربه الجويه اللي كانت هتتعمل، والمدفعيات هتبتدي تفتح نيرانها حمم من النيران على خط بارليف اللي هو قدامنا في الجبهة، وبدأت الحرب. واستمر النجاح بقى طبعا يوم ورا الثاني ورا الثالث بسقوط النقط القوية اللي على خط الساتر الترابي اللي كان موجودة، وهم كانوا عاملين حوالي 26 نقطة يعني قوية حصينة فعلا جامدة قوي يعني، بدأت تتساقط كلها واندفعت القوات المسلحة وعبرت في ما خلال يعني الليلة الأولانية بس من الحرب كان لنا 80,000 مقاتل على الضفة الشرقية للقناة. فخر كبير جدا لينا كضباط تخطيط وضباط عمليات وبتاع اننا نشوف هذا النجاح اللي احنا بنرسمه على خرائط بيتحقق على الواقع على الارض، وكنا سعداء جدا يعني. طبعا انا ما انساش ان بعد كذا يوم من القتال ونجحنا وبتاع وحبينا نطور الهجوم والى اخره حصلت عمليه الثغره. ايوه، واحنا كنا متوقعين ان الثغره دي تتم، بس يمكن التوقع كان اذا شك العدو في اننا هنعمل عمليه هجوميه يسبقها بعمليه استباقيه انه يدخل يعمل ثغره عندنا في القوات او يهاجم يعني. وكنا محددين ثلاث اماكن، واحده شمال الاسماعيليه والثانيه جنوب الاسماعيليه والثالثه ناحيه السويس، فهو اختار اللي كانت جنوب الاسماعيليه بس ما عملهاش قبل الحرب بقى لانه لم يكتشف اننا هنحارب ابدا الحقيقه، وكان في سريه كامله وفعلا فاجئناها في 6 اكتوبر. فبدأ بعد العمليات بقى ما تمت كذا يوم حب يعمل عملية الثغرة دي ويدخل بالقوات بتاعته، فعلا دخل من الدفرزوار وحاول يتوسع، حصرته القوات بتاعتنا، حصرناه في غرب القناة وغرب البحيرات المرة، وحطينا مخطط لتدمير هذه القوات بحوالي 3 فرق من اللي عندنا مدرعة وميكانيكية
وبدأنا نحط الخطة. فجأة جالنا سيارة كيسنجر وزير خارجية أمريكا ليقابل الرئيس أنور السادات وكلم وياه، قال أنا عارف أن أنتوا عاملين خطة عشان تدمروا قوات اللي جات لكم الغرب، أنا جاي يعني مفاوضة هنا، أنا بكلمك أهو أن تعملوا حاجتين اتنين وهنخلي كل الجانب الإسرائيلي اللي عدى غرب القناة يعود إلى الشرق. أول حاجة أن أنتوا تفكوا حصار باب المندب، إحنا كنا محاصرين باب المندب وضربنا كذا مركب للجانب الإسرائيلي في باب مدخل باب المندب. الحاجة الثانية عندنا نقطة قوية ما سقطتش وهي في شرق بور فؤاد على بعد يجي 30 كيلو من بور فؤاد، احنا ما هاجمناش يعني او ما سقطتش يعني. فقال له نحافظ عليه، لو عملتوا انتوا الحتتين دول هم هينسحبوا كل قواتهم اسرائيل من الضفة الغربية للقناة الى الشرق، ونبتدي نتفاوض بقى عمليات بعد كده يعني لاستعادة يعني سيناء بالنسبة لنا يعني. وفعلا الجيش المصري وافق والرئيس السادات وافق. ولقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين، أنني لم أجئ إليكم لكي أعقد اتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل، ليس هذا واردا في سياسة مصر، فليست المشكلة هي مصر وإسرائيل، وأي سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أي دولة من دول المواجهة وإسرائيل فإنه لن يقيم السلام الدائم العادل في المنطقة كلها، بل أكثر من ذلك، فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية فإن ذلك لن يحقق أبدا قيام السلام الدائم العادل الذي يلح العالم كله اليوم. مساء 17 سبتمبر عام 78 بدأت مراسيم توقيع اتفاقية كامب ديفيد داخل البيت الأبيض. We came to Camp David with all the goodwill and faith we possess. And we left Camp David a few minutes ago with a renewed sense of hope and inspiration.
واستمرنا بقى في العملية دي إلى أن حصل بقى اتفاقية السلام وبدأت تنسحب إسرائيل من سيناء وندخل إحنا ناخدها على مراحل يعني، واستعدنا سيناء عدا طابة. كان عندنا 14 نقطة حصل عليهم خلاف على خط الحدود منهم طابة. فطبعا هم قلنا بقى اتفاقية السلام بتقول ايه في منطقة، اذا حصل خلاف يبقى يا اما التحكيم يا اما القضاء يا اما فاتفقنا اننا نعملها بالتحكيم يعني والكلام ده، وشكلنا لجنة وكلام ده كله جاي خبراء من الخارج يعني، وخدنا 10 نقط لينا واربع نقط كانت تبعهم هم، من ضمنهم نقطة طابة. وفعلا استعدنا طابة بالتحكيم، وبالتالي نقدر نقول لحضرتك اننا استعدنا سيناء بعد ما اسرائيل استولت عليها بثلاث حاجات: واحدة بالقوة العسكرية والحرب، اثنين بالسلام واتفاقية السلام، ثلاثة بالقضاء وهو التحكيم لقضية طابة وال 14 نقطة اللي اتكلمت عنها. ده بالنسبة لمرحلة الحرب يعني. وبعدين استقرت الأوضاع يعني من بعدها حتى الآن، وفات يمكن 40 سنة دلوقتي ولا حاجة زي كده من الأيام يعني الحرب 73، والحمد لله يعني مصر بتعيش في أمن وأمان واستقرار، وكل سنة وانتم طيبين.